السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد من تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الأول. الفيديو اللي راح لعبنا وخلصنا الشابتر الثالث من اللعبة، والآن بقى لينا الشابتر الرابع والشابتر الأخير، فأنا قررت لأنهم مرة صار أني ألعبهم في فيديو واحد بس. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعل جرس التنبيهات. يلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، في الحل في الفيديو نهاية الفيديو اللي راح وصلنا إلى هنا. قبل لا نكمل، في هنا سر واللي هو نوم، واحد من النوم اللي تقدر تحضنهم. هذا قدرنا اتوقع دقيقة، باقي ممكن اثنين او واحد باقي. كما اذكر ممكن اني نسيت واحد اثنين، بس مو مشكلة. يلا نكمل. والحين احنا بنكتشف احنا في وين بالضبط في هذه اللعبة، وشو هذا المكان بالضبط. شوف الماي اللي يطلع من الجدار هنا يعطيك لمحة على المكان اللي موجودين احنا فيه الان. بوم. احنا موجودين في سفينة عملاقة، والان سفينة ثانية جاية وفي ركاب داخل السفينة. لو تلاحظ كلهم مرة متينين. هذه هي فكرة اللعبة عن الاكل، الاكل بزيادة. طبعا اسم اللعبة قبل لا تصير Little Nightmares كانت Hunger اللي هو الجوع، هذا كان اسم اللعبة قبل لا يتغير الى Little Nightmares. انا صراحة افضل اسم Little Nightmares افضل. بس شوف حجم السفينة هذه، شوف احنا كيف ما نبين نقطة. بس يلا قربنا نوصل للقمة. بس الحين لو جينا بنقدر نشوف اشكال الركاب دول، شوف احجامهم. ول 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 هذا هم لحين قاعدين يمشوا. فعددهم عددهم مرة كبير. وبوم، هذه المرة اللي طلعت في بداية اللعبة في الحلم او الكابوس اللي 6 كانت تحلم فيه. نركز عليها، لابسة قناع. هذا شغلتهم بس البلع. شوف كميات الاكل الموجودة، شوف الكميات. كمل هالحبيب يبغى ياكلنا، ما يعني مو كافنا الاكل اللي قدامه. ليش هذا شيء غريب صراحة، يركض يبغى ياكل طفلة صغيرة ما فيها حتى شوية لحم. شوف قطع اللحم اللي جنبهم، شوف القطع. طبعا مملوء هالمكان منهم، كلهم بيطاردوني يبغوا ياكلوني انا. اوكي يلا يلا، تقدري توصلي؟ ما تقدري. واحد اثنين بوم. الحين في نوم هنا اذكر.
وين هو؟ عند الكرسي هنا. ما في؟ أو ده هو هذا. هذا ممكن يكون آخر نوم. نومي يا نومي، where are you؟ شغلك هذا بس. نطق حضنا. يلا باي باي. الحين لازم نهرب من هذولا. اوف زي ما قلت هذا الشابتر قصير مرة، من كده انا قررت اني العب الشابتر هذا والشابتر الاخير اللي هو في القصة الاساسية، لان احنا بنلعب الاضافة، إضافة فيها أو ثلاث إضافات يعتبروا، لا إضافة واحدة، كل إضافة فيها أو الإضافة فيها ثلاثة شباتر شابترات. هل في نوم من هنا؟ شفت واحد يركض؟ لا ما في. الحين نستعد لأن دول بعد بيطاردونا الحين بيلحقونا. وهرب. اولا هوب ارتاح يا سكس شوية نكمل. شوف شوف عددهم الهائل. يا ابو خدود خليني. طبعا نطلع ونهرب. هرب 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 هرب. نايس. الحين طبعا بنلتقي بشخص مألوف. هذا الطباخ رجع من رجع من جديد. طبعا شافني هو. بيجي الآن هنا، نحتاجه عشان نكمل. ما في أحد حبيبي. نطيح لينا هذه نستخدمها عشان نكسر المراية ونطلع من الحمام. طبعا في هنا عدو محذوف في الاساس. هنا في شخص قاعد شو اسمه ورا المراية، في شخص قاعد بس انحرف من اللعبة. الحين لو نطلع من نشوف شيء غريب. الطباخ في هذه الغرفة قاعد يقطع، قاعد يقطع في شيء. بس خلينا نركب فوق وتقريبا بنعرف هو ايش قاعد يقطع. بس خلينا نكسر هالدمية هذه. لا لا لا. بس خلينا نشوف ده هو قاعد يقطع في داخل هالغرفة. ولو ركبنا فوق شفنا فوق هذه الغرفة مباشرة في شيء موجود. الموجود هنا هو واحد من اللي يسموهم ضيوف جاست. فيقول لك في نظريه ان اصلا اللحم الموجود لحم هذولا، يجوا ياكلوا وبالتالي ياخذوهم يذبحوهم وياكلوا بعض، ياكلوا في بعض. انت تشوف احجام اللحوم مستحيل يكون لحم طفل او من طفل. ها وصلنا الى نهايه الشابتر اوريدي. الحين الهروب الكبير. اوب 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 اوب. وهروب. اوف اركض يا سكس.
واو اوكي الان هذه اللقطه اللي في اللعبه من اكثر اللقطات الصادمه. ومن هاللقطه انا اكره سكس. شوف هذه اللقطة طبعا هذا تتفسر لنا في الإضافة يعني هذا يعني يعطيها قطعة لحم يقول لها هاكل اللحم وش بتاكل هي لكن بتاكله هو لو طلعنا فوق الظل مرة ثانية طلع طبعا نعرف حقيقة النومز احنا في شابتر الإضافة الثاني ونعرف حقيقة هذا الشيء في آخر شابتر من الإضافة بنعرف وش ليش هاللحظة قوية مرة وحين جا وقت مواجهة الليدي على قولتهم ذا ليدي هذا ممكن يكون آخر تمثال هوبا هذا هو الشابتر الأخير قربنا نخلص طبعا هالعين بتتوضح يعني بنفهم ليش هالعين موجودة في كل مكان في اللعبة الثانية نحتاج مفتاح عشان نفتح الباب ورانا إلا هذا شوف الصور الغريبة في كل مكان صورة غريبة أنا أمشي شوي شوي لأن الأخت قاعدة واقفة هنا احنا نبغى ناخذ المفتاح مفتاح موجود في هذه الجرة اوف سمعتنا طبعا بس اختفت شوف هذه الصورة متشبهنا واجد نفس اللبس بس ان شعرها طالع هذا هو المفتاح بتكون الليدي مو موجودة راحت قبلها نركب هنا ونكسر الدمية الأخيرة هذه المفروض تكون الأخيرة يلا نروح نفتح الباب الآن صورة عين مرة ثانية وهذه واحد بعد زي موجود في عين حتى النومز موجودة لهم صورة ونسيت أنا الأبواب نسيت أن الأبواب أغلبها عليها صورة أو شكل عين أوب تعد أوه هروب أهروب
اوكي ارتاح شوي يا سيكس. يلا والله حد كل المرايا اللي مكسرة في اللعبة بعد، نسيت ما ذكرت هالشي أنا، بس كل هالمكان كل المرايا فيه مكسورة إلا مرايا واحدة شفناها في الشابتر الثاني لا تذكروا. إذا جينا هنا ندخل ونشوف هم هذه اللي شوفها مرايا مرايا 3 4 5 6 7 كلهم مكسورين، ليش هذه بس مو مكسورة؟ الحين جاء وقت المواجهة. أوبا ليش المراية شو اسمه تسوي لها ضرر؟ هل هي قوتها تنعكس على الم... على الم... على نفسها؟ مو نفس المراية قوية ضدها؟ أو إن المراية دي قوية؟ للآن ما ندري. بوم، هذه المرة الثانية. بسرعة بسرعة. وين المكان الجديد؟ في النص. Where you is? Come out. الحين شو صار صعب ما تطلع من مر من المرة الأولى. آه بوم. وينش؟ هنا أنتي. اوكي قربنا قربنا، يمكن هذه اخر مرة. لا لا باقي بعد باقي. تننننننننن اوكي الحين وش بصير؟ لو تعينا الليدي طايح على الارض وقناعها ملغ. اوه جعنا مره ثانيه، وش بنسوي؟ وش اللي قدامنا ينكل؟ طبعا شوف كيف تطور اكلها من شيء بسيط الى شيء مره ما ادري كيف جروسم على قولتهم. طبعا بما انها اكلتها اخذت قوتها، صارت عندها قوه يعني قوه خارقه. ما ادري وش تفسير هالشيء. هذه المشية القوية هنشوف ايش بيصير اللي تقرب عليها تشفط حياتهم. هالشي ما له تفسير، ما ادري ليش يصير كذا.
كده خلاص طلعنا من السفينة. النهاية الغريبة ما عليها تفسير، مو مفهومة مرة. والحين لو طلعنا من هو اللي بيجي؟ خلاص انا طبعا الحين ما العب. خلاص الحين النومز اللي حصلناهم حضرناهم في كل لعبة يجوا هنا في اخر اللعبة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كان ناقص واحد. اي ناقص واحد، المفروض 13 اذكر انا. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ناقصنا واحد بس ما حصلناه. بس هذه هي نهاية اللعبة. اوكي وصلنا الى نهاية اللعبة الاساسية، وان شاء الله في الفيديو الجاي بنلعب اول شابتر من الاضافة. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.